المدرب ما كيشتغلش في اريحيه، اصدطت اللاعبين واللاعبين بالتالي كيفقدوا التركيز وايضا الكونسنتراسيون على المباريات، وهذا الشيء كيخرج يعني الجمهور، الجمهور كيخرج للشارع كيحتاج. كل هذه العوامل ادت الى ما الى اليه الفريق اليوم. فكنتمنى انه يتم تصحيح المسار ويتم مراجعه الاوراق قبل فوات الاوان. نعم سي الهلالي، تكلمتي على مجموعه من الامور اللي كيعاني منها فريق حسنيات اكادير، تكلمتي على اشياء اللي نقدروا نسميوها كوارث كتوقع داخل نادي حسنيات اكادير. البارح شفنا واحد المقاله ديالك اللي كتبتيها، بغيناك توضح لنا، بالاضافه الى بغيناك توضح لنا شنو هي رسائل الجمهور ديال اكادير، اشنو كيدور في السؤال اللي كيدور عند جماهير ديال حسنيات اكادير. بالنسبه يعني ذكرتي واحد المقال تم النشر ديالو على مستوى يوم امس، توصلت يعني بوثيقه يعني تحميل يعني توقيعات ديال مجموعه من المنخرطين اللي هناك من يتزعم هؤلاء المنخرطين من اجل المطالبه بعقد جمع عام استثنائي وفق ما اسموه يعني الوضع الخطير الذي بات يعيشه الفريق، وطبقا يعني المقتضيات القانونيه الداعية إلى الجمهور العامة تم الإعلان عن عقد جمع عام استثنائي. والغريب في الأمر يعني الغريب في الأمر هو أن تاريخ الدعوة إلى هذا الجمع العام الاستثنائي هو نفس التاريخ اللي دعا يعني الرئيس الدور إلى جمع عام عادي. وهنا يعني كاين تناقض، يعني واش هاد الناس كيفكروا في المصلحة ديال الفريق أم لا؟ يعني هما ما راضينش، هما يعني كيحاولوا أنهم أن يزيحوا كما يقال البساط من تحت أرجل الرئيس من أجل الإطاحة به، لأنهم ربما عندهم كاين اللي عنده يعني الكل اليوم يعني يفكر في مصالحه الشخصية لا أكثر ولا غير. فهؤلاء ربما لا تهمهم مصلحة الفريق، هؤلاء يبحثون عن الكراسي، يبحثون عن أنهم يوصلوا ربما للغاية ديالهم، وبالتالي فمن سيدفع الثمن هو الفريق، والفريق غادي يزيد يغرق وغادي يزيد يعني. والغالب في الامر يعني انه تصادف يعني التاريخ ديال الدعوه ديال هؤلاء المنخرطين اللي دعوا لهذا الجمع العام الاستثنائي هو نفس التاريخ، وبالتالي واش غيكونوا عندنا مكتبين؟ واش غيتكرر نفس السيناريو ديال يوسفيه برشيد؟ يعني هذا ما تخافوا مجموعه من الفعاليات الرياضيه، مجموعه من الجماهير الغيور على فريق حسنيات اكادير يعني التي دقت ناقوس الخطر، ويجب العوده الى الرشد وانهم يرجعوا للحكمه، لان الحكمه تقتضي بان الفريق تفرض اجواء الملائمه وتمر الامور بسلام وعلى خير من اجل انقاذ الفريق. لا شيء يعني هذا الموسم خص يتم الانقاذ الفريق يعني في هذه الكوارث، وربما اذا بقينا في هذا المسار وفي التخبطات فلا محاله في الفريق سينزل للقسم الثاني.